عليكم. أغلب الدول الإسلامية الآن تقرأ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، بينما أهلنا في الجزائر يقرؤون برواية قالون. وفي الجزائر ما شاء الله أصوات جميلة وخامات صوتية رائعة، ليتها تأخذ حظها في الانتشار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الشيخ كمال بن قدة أخبرني أن هناك مقام خاص يقرأ به أهل الجزائر القرآن الكريم وسماه بالمقام الخماسي، يختلف عن المقامات التي يقرأ بها أهل المشرق. وعند الاستماع إلى هذا المقام أجده قريبا من قراءة أهلنا في السودان. الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذه بضاعتنا يا أهل المشرق فأتنا بمثلها. ومن دواعي سروري في الجزائر أني قابلت الشيخ علي القاسمي، ذلك الشيخ الكبير المعمر على وجهه سمات الصلاح والحمد لله، نحسبه والله حسيبه، من خطاطي المصحف الشريف في الجزائر. هذا الشيخ علي القاسمي التقيت به في منطقة وهران، شيخ كبير لكن انظروا بياض الثياب وبياض اللحية وبياض العمامة وبياض الوجه بياض القلب، نور على نور. كم؟ 85 سنة على مشارف 90 سنة. والشيء الجميل أنه خطاط. وقد أهداني لوحة فنية رائعة بخط يده. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح. هذه هي اللوحة، نجد فيها آيتين من سورة الفاتحة، خط رائع، وحتى تصميم اللوحة بطريقة فنية جميلة. يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات. وقد خط المصحف الشريف أربع نسخ ما شاء الله. بسم الله الكريم الشريف.